عودة مرة أخرى لنشرة المصري اليوم من القاهرة والناس، وإلى الشأن الخارجي، حيث قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن أزمة قطر أمر صغير جدا، وتوجد أمور أهم من ذلك كالخطر الإيراني على الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى مكافحة الإرهاب والأزمة السورية. وفي سياق متصل، صنفت الاستخبارات الأمريكية قطر باعتبارها وجهة للإتجار بالبشر. وذكر تقرير تصدره الوكالة الأمريكية CIA سنويا أن القوى العاملة التي تهاجر إلى قطر للعمل غالبا ما تواجهها حالات العمل القصري التي تشمل تأخر أو عدم دفع الرواتب ومصادرة جوازات السفر وسوء المعاملة وظروف العمل الخطرة. أستاذة فتحية، بالرغم من كل هذه التقارير إلا أن هناك تجاهل قطري لكل هذه التقارير الصادرة بشأن وضع العمل هناك، كيف تعلقين على ذلك؟ يعني مش يعني اذا كانت قطر بتتجاهل هذه التقارير، فالتقارير ما بتدينش قطر بس، بتدين دول اخرى في وضع العماله، وجميع الدول تتجاهل مثل هذه التقارير لانها تحافظ على الوضع القائم في دولها، وتخرج دايما تصريحات تقول لا نحن نحافظ على حقوق العمال، نحن ندعم حقوق العمال، لكن معروف ان يمكن مش بس في قطر، يمكن في دول الخليج بشكل عام العماله بتواجه اوضاع صعبه، وبيكون في مش يعني نظام الكفيل وحجز الباسبورات، فمش بس في قطر. يمكن التقرير هنا ركز على قطر في ظل الأوضاع السياسية في المنطقة وفي ظل العداء الموجود في المنطقة، لكن احنا عارفين ان وضع العمالة في كثير من دول العالم وضع سيء جدا، وعادة الدول اللي عندها هذه الأوضاع لا يعني ما بتستجبش لهذه التقارير وما بتعملش أي حاجة لحقوق العمال. يعني فالموضوع ده محتاج من الداخل يكون في قوى دفع وداخلية هي التي تسعى لتغيير أوضاع العمال، لكن التقارير الخارجية ما بتجديش نفعا. يعني